أينما كنتم نحييكم مرة أخرى في برنامجكم صدى الملاعب. السبت شهد ختام منافسة الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. الباطن هزم الرائد بهدفين للا شيء فيما استضاف أبها التعاون في مباراة تبع حيدر الوتار. نتابع. أصدقائي المشاهدين، على استحياء ولو بكثير من فرح حضروا بالتحايا المشهد زينوا أبها ينادي الجماهير نريدكم جماعات لا فرادة. التعاون ولو من نوافذ الركلات الترجيحية حجز قبل أيام معدودات بطاقته لتمثيل المملكة في الآسيوية. الكاميروني توامبا كاد يحجز لفريقه التقدم مبكرا، كرته بالكاد أخطأت الشباك. في ثاني محاولات الفريق الضيف حضر هدف المباراة الأول كما سنتابع، خطأ فادح بين الحارس عبد العالي محمدي وزملائه المدافعين. النتيجة هز مصطفى فتحي بيساريته هز الشباك. استغل التعاون بعدها اندفاع لاعبي أبها لتعديل النتيجة، فاعتمدوا الكرة المرتدة. الحارس محمد كفر عن خطأ الهدف أنه حرم كل التعاون وفهد الرشيدي تحديدا من مضاعفة الرصيد. هدية الاجتهاد للحارس جاءت بعدها بدقائق بضريبة لمس اليد داخل الصندوق. الهداف التونسي سعد بقير تكفل بالتعديل، مثلما بدأ الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين. في الثاني مبكرا من عمره أنقذ الحارس كاسيو أنغوس التعاون من التأخر إثر رأسية متقنة للمدافع مهند القيضي. بدا واضحا أن أبها كان يبحث عن كل نقاط اللقاء. ماتش جرب حظه بالتسديد. القائم هو من أنقذ هذه المرة، أنقذ التعاون هذه المرة بامتياز. للخامسة على التوالي والسادسة في آخر سبع مباريات يكتفي التعاون بالتعادل. يتصدر التعاون كل الأندية بتعادلاته، قد يكلفه هذا الأمر الكثير عند نهاية الموسم. حيدر الوتار، صدى الملاعب. لكن الكرة بعيدة. أستاذ عيسى، يعني التعاون يستمر في محنة التعادلات، وشفنا أنه كان في هناك يعني بعض التوتر اللفظي يعني بين اللاعبين، إلى أي مدى هذا سيؤثر على مشوار التعاون للبقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟ موقف صعب، كان هو بأمس الحاجة إلى نقاط المباراة أكثر من أبها. نعم. هو طبعا اليوم التعاون نعم يلعب خارج أرضه، ولكن كان دافعيته للمباراة أكثر من أبها. أبها ربما وصل إلى منطقة الدفء، نعم لا زالوا في دائرة الخطر، ولكن الخطر الأكبر يشكل على التعاون. التعاون مشكلة كبيرة جدا منذ بداية الدوري، حتى مع تقدمه في أكثر من مباراة لا يستطيع الحفاظ على 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 هذا التقدم. أنا أعتبر المباراة شوط إلى التعاون الشوط الأول، والشوط الثاني كان إلى أبها الذي كان قريب جدا من النقاط الثلاثة. علامة استفهام فقط إلى فريق أبها أو جمهور أبها. جمهور ضمك يحضر في الجنوب أكثر من جمهور أبها، وأبها يستحق حقيقة المساندة. طيب، التعادل بطعم الخسارة بالنسبة لأبها اللي معروف أنه دائما بيكون صعب على على أرضه، واليوم كان أقرب أيضا إلى الفوز. بالنسبة للكلام أنه صعب على أبها، نعم، لأن كان يتشكون اليوم فريق التعاون من الضغط المباريات، عشان كان لعبوا أسيوية، وأيضا كان التنفس عشان 2000 تقريبا متر فوق سطح البحر، فأكيد كانت في صعوبة بالنسبة للفريق. بس أبها طالع من هزيمة كبيرة أمام الفتح بثلاث أهداف مقابل لا شيء، اليوم كان جاي للتعويض، وكانت على حسن حظ تعاون أنه أضاع الكثير من فرص فريق أبها، لكن في الأخير مثل ما قال أخونا عيسى أنه الفريق طيب في المنطقة الدافعة، لكن بعد في خطر. طيب بالنسبة للتعاون، شو اللي ممكن يفك شفرة التعادلات؟ والله انت تعرفين، هم لو تحسبينهم هم قالوا 6 في 7، انا حطيت وياهم 7، لان ايضا مباراه الجيش السوري ايضا تعادلوا وفازوا بركلات الجزاء. نعم. فهاي مشكله ومعضله عندهم. اذا ابها بغى يفوز التعاون يفوز يسجل اكثر من هدفين، مش لازم هدفين، اكثر من هدفين، عشان كان مشكلتي في الهجوم عدم تسجيل اهداف كثيره فتتقبل اهداف عليه. نعم، على فكره راح تكون سابقه انه في حال لا قدر الله يعني هبط التعاون، ان يكون يعني فريق يمثل المملكه اسيويا. صحيح. ويعني هو هند يهبط يعني. نعم، صراع البقاء هذا الموسم مختلف. انت تتحدثي عن 7 إلى 8 فرق مهددين بالهبوط، كل
من لم يصل إلى النقطة 35 مهدد بالهبوط، بما فيهم مثل أندية عريقة مثل النادي الأهلي 28 نقطة. هذا الموسم لن يسلم أحد في الدوري، يعني مخيف، منافسة يعني محتدمة. أنت الحين عندكم فريقين يلعبون في الأسيوي اللي هو الفيصلي والتعاون يصارعون الهبوط، صح؟ مش بس التعاون. إذن من هو رجل المباراة؟ نتابع.